الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على سيدنا وحبيبنا وقائدنا وقدوتنا وأستاذنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الدنيا أصيخي وأشهدي أن بغير محمد لا نسعدي، يا أيها الدنيا أصيخي وأشهدي أن بغير محمد لا نسعدي، يا أيها الدنيا أصيخي وأشهدي أن بغير محمد لا نسعدي. الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر ولله الحمد. فوز أبنائنا، نهني أبنائنا، ابننا حسن حماد وابننا مزمل، إن فوزهم ليس فوزا لأنفسهم ولا لأسرهم، بل هو فوز للسودان، وفوز للإسلام في السودان، وفوز للقرآن في السودان. وهذه رسالة نقولها من هذا المنبر، إن القرآن باق، وإن أحكام القرآن باقية، وإن شريعة القرآن باقية، وإن الإسلام باق. سأحمل دعوة الإسلام وحدي، إذا ما العالمين لها أساء، فتلك عقيدة ملأت فؤادي كما ملأت شرايين الدماء. ونهيب بأبنائنا جميعا أن نحمل القرآن في صدورنا، وأن نطبق القرآن واقعا في حياتنا، وأن يكون القرآن هو حياتنا وديدننا، وأن نعيش بهذا القرآن في بيوتنا. وإن القرآن مهما تآمر عليه المتآمرون، ومهما تكالب عليه الأعداء، ومهما أراد أن يقصيه الناس، فإن دعوة الله باقية، وإن دين الله باق، وإن الإسلام باق، وإن هذا الدين سيبلغ ما بلغ الليل والنهار بعز عزيز أو بذل ذليل. نهني أبناءنا أولا وأخيرا، ونحيي مشايخهم الذي كانوا خلفهم، وأسرهم التي كانت خلفهم، وأمهاتهم التي كانوا خلفهم، ونسأل الله سبحانه وتعالى يتقبل منهم هذا الجهد، ونوصيهم بتقوى الله وبالعمل بهذا القرآن. ونصلي ونسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. الله أكبر.